استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم في قصر الصخير مساء أمس المهنئين من أهالي المحافظة الشمالية، وذلك في إطار لقاءات جلالته مع المواطنين في شهر رمضان المبارك. ملك البلاد المعظم، وتشرف الجميع بالسلام على جلالته معربين عن أسمى آيات التهاني والتبريك لجلالته بهذا الشهر الكريم، ضارعين إلى البارئ عز وجل أن يعيد هذه الأيام والليالي المباركة على جلالته بوفر الصحة والسعادة، وأن يعيد هذا الشهر الفضيل على البحرين وأهلها بالخير والبركة. كما عرب الحضور عن جزيل شكرهم وامتنانهم لجلالته لما تشهده المشاريع التنموية في المحافظة الشمالية من تطور مستمر بفضل توجيهات جلالته الكريمة. ورحب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في بداية الاستقبال بالجميع، وتبادل معهم التهاني بهذه المناسبة الكريمة، معربا عن تقديره للجهود المقدرة والمتواصلة لأبناء المحافظة الشمالية في خدمة مسيرة العمل الوطني وإسهاماتهم الفاعلة في جهود البناء والتنمية في البلاد. ونوه رعاه الله بما يتميز به أهل البحرين على مر التاريخ من ترابط وأخوة ومحبة وتمسكهم بالقيم الإنسانية القائمة على احترام جميع الشعوب والأديان والنابعة من جوهر شريعتنا الإسلامية الغراء، مؤكدا جلالته أن البحرين ستبقى بعون الله وطن الأسرة الواحدة بين كافة أبنائها. وأشار جلالته خلال اللقاء إلى ما تشهده المملكة اليوم من بناء وتطور وتنمية، والذي كان على أسس راسخة وضع لبناتها الآباء والأجداد بجهودهم المتواصلة، مشيدا بعطاء أبناء المملكة وإسهامهم الفاعل في بناء نهضة الوطن وبما يتميزون به من كفاءة وإخلاص في القيام بمسؤولياتهم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، مما أهلهم لتبوء المراكز القيادية سواء محليا أو في المنظمات والهيئات العربية والعالمية. ودعا جلالته الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد علينا شهر رمضان الفضيل ووطننا الغالي يزهو بتطوره وازدهاره ونمائه، وأن يوفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في هذا اللقاء الذي يعكس طبيعة شعب البحرين بتكاتف أهله وتواصلهم والتفافهم حولكم يا صاحب الجلالة قائداً لمسيرة التنمية والسلام والتعايش والازدهار. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. كلمة أهالي المحافظة الشمالية يلقيها نيابة عنهم الدكتور محمود راشد طرادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم يا صاحب الجلالة أن أقف في مجلسكم نيابة عن أهالي المحافظة الشمالية لتهنئة جلالتكم بالشهر الفضيل أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، ولأعبر عن سروري وفخري بالانضواء تحت رايتكم، ولأقدم يا سيدي حباً راسخاً توارثته الأجيال انتماءً وولاءً لقيادتكم الحكيمة، شاكراً لجلالتكم عادتكم السنوية الميمونة في استقبال أهالي المحافظة الشمالية في شهر رمضان المبارك. هذا الاستقبال الذي يعبر عن التلاحم بين القيادة والشعب، وهو وسام عز على صدورنا بتشرفنا بالسلام على جلالتكم مستنيرين برؤاكم وتوجيهاتكم السديدة. سيدي صاحب الجلالة، إن النهج الحضاري والإصلاحي لجلالتكم الساعي نحو التقارب بين الأديان
قد أرسل رسائل السلام والوئام في العالم أجمع، وهو بالتأكيد انعكاس للسيرة الحضارية والرؤية الملكية السامية والحكيمة للتعايش السلمي والإنساني التي تعزز قيم ومبادئ السلام والتسامح والحوار بين كل الشعوب بثقافاتها وحضاراتها المختلفة، باعتبارها من الركائز الأصيلة والثوابت الراسخة للمجتمع البحريني المتسامح والمتآخي والحضاري منذ قديم الزمن. وهو ما أكده قداسة باب الفاتيكان خلال تلبيته لدعوتكم الكريمة بحضور شيخ الأزهر الشريف خلال الزيارة التاريخية في شهر نوفمبر الماضي، لترتقي بجلالتكم البحرين على خارطة العالم للتسامح الديني من خلال العديد من المبادرات، ومنها تدشين وثيقة إعلان مملكة البحرين وجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وبرنامج الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا بجمهورية إيطاليا، والنجاح الباهر باستضافة المملكة لأعمال الدورة 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ودعوتكم المباركة لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية في جميع صورها. وما العمل الفني المقدم لجلالتكم باسم أهالي المحافظة الشمالية إلا تجسيد لنهج جلالتكم العالمي للتعايش السلمي؟ سيدي صاحب الجلالة، إن المحافظة الشمالية تستلهم تنفيذ سياساتها من برنامج العمل الحكومي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه قائد فريق البحرين، مباركين لجلالتكم ما أشار إليه التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2022 حول تحقيق النمو الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية إلى جانب مستجدات المشروع أو المشاريع التنموية، وأداء المملكة في التقارير والمؤشرات التنافسية الدولية بما يدفع تطبيق الأولويات التي تسعى الحكومة الموقرة لتنفيذها نحو التحول من التعافي إلى النمو إلى مزيد من الخير والنماء والازدهار للوطن والمواطن. ومن أبرز البرامج التي تقدمها المحافظة الشمالية في هذا الصدد والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود البرنامج الخيري بيوت، بالإضافة إلى بحث الحالات الإنسانية في المجتمع والتعاون في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية بهدف متابعة تنفيذ الحلول الطارئة. سيدي صاحب الجلالة، لقد انتهجت المحافظة الشمالية نهجكم السامي في لم الشمل وتعزيز النسيج الاجتماعي الواحد وتجذير الوحدة الوطنية لترسيخ الانتماء وقيم المواطنة. وما دعم المحافظة الشمالية لحفل الزواج الجماعي الوطني لأبناء الطائفتين الكريمتين الذي أقيم في شهر مارس الماضي بتنظيم من جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية إلا أحد البرامج التوعوية لتجسيد روح الأسرة الواحدة
بما يصب في تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، ويدعم الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة في لوحة فنية بديعة التقى فيها أبناء البحرين ليعبروا عن رغبتهم الصادقة في لم الشمل وإيمانهم بوحدة المصير المشترك الذي يجمعهم الإرث الحضاري والتاريخ الواحد. سيدي صاحب الجلالة، إن المحافظة الشمالية وبفضل قيادتكم الحكيمة للمشروع الإصلاحي قد كتبت قصة نجاح جديد عبر اعتماد عالي مدينة صحية ضمن برنامج المدن الصحية من خلال تطبيق أعلى معايير الاعتماد العالمي في تحسين نوعية الحياة وتحقيق متطلبات التنمية الأساسية وإيجاد بيئة داعمة للصحة وتشجيع المجتمع على المشاركة الإيجابية وصولاً إلى التنمية المستدامة الشاملة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والعالمية وصولاً لتحقيق رؤية المحافظة عالي نحو اعتماد الشمالية محافظة صحية. وفي الختام، إن أبناء المحافظة الشمالية الذين يكنون لجلالتكم كل الحب والولاء للذود عن هذا الوطن بكل غال ونفيس قد آلوا على أنفسهم تجديد البيعة والولاء لجلالتكم، داعين الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ختام لقاء الأهالي، تشرف سعادة السيد علي عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بتقديم هدية تذكارية إلى جلالة الملك المعظم باسم أهالي المحافظة، وتبادل جلالته الأحاديث الودية مع أهالي المحافظة. دكتور علي ما يحتاج أعرفكم، بس بالنسبة لي هذا أستاذي، تعلمت منه الكثير. والحقيقة كان صبور، بدينا بدايات متواضعة في الدولة من أيام مجلس الدولة، وكان دائما متفائل. والحقيقة المؤمن لازم يكون متفائل، وإحنا من مدرسة التفاؤل. والحقيقة السبب هو أنتم أخلاق البحرين وأهل البحرين هي اللي تدفع الإنسان إلى التفاؤل وإلى الإنجاز العظيم. مشكورين على الزيارة، وكل عام وأنتم بخير. وعقب تشرف أهالي المحافظة الشمالية بلقاء جلالة الملك المعظم، رفع سعادة السيد علي عبد الحسين العصفور باسمه وباسم أهالي المحافظة أطيب باقات الشكر والعرفان مقرونة بالولاء إلى المقام السامي لجلالته أيده الله، على تفضل جلالته باستقبال أهالي الشمالية في هذه الليالي المباركة من الشهر الكريم، معربا عن الفخر بهذا اللقاء الأبوي مع قائد ملهم أسس للتعايش صرحا وللسلام العالمي فكرة. وأضاف محافظ الشمالية أن شعب مملكة البحرين ينعم بمسيرة العطاء والبناء في العهد الميمون لجلالة الملك المعظم، وفي ظل المشروع التنموي المبارك لجلالته،
بدعم صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي لم يألو جهدا مع فريق البحرين من أجل الانتقال من التعافي إلى النمو في ضوء المؤشرات الاقتصادية غير المسبوقة والتي أعلنت مؤخراً.